مسلسل الانقلابات يتوالى في إفريقيا، آخرها الجابون التي سيطر فيها عسكريون على السلطة بعد إزاحة رئيس البلاد علي بونغو ووضعه قيد الإقامة الجبرية. أبرز تصريح لهم كان التأكيد على احترام جميع التزامات البلاد الداخلية والخارجية. تنديدات إفريقية ودولية بالانقلاب أهمها من الاتحاد الإفريقي وبريطانيا وفرنسا التي كانت تحظى بنفوذ كبير في الجابون، الدولة المنتمية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا التي تهيمن عليها فرنسا. فرنسا إلى جانب علاقاتها المتميزة مع السلطة التي كانت تحكم قبل الانقلاب تمتلك هناك أكثر من 110 شركات. طبعا أثير الجدل دائما على هذه الامتيازات التي تمنح لها من قبل سلطات البلاد، وذلك إلى جانب حديث عن دور فرنسي في نهب موارد الجابون الغنية وثرواتها المهربة، خاصة وأن البلاد من أبرز منتجي النفط في القارة، وأيضا هي عضو في منظمة أوبيك. صحف فرنسية قالت إن فرنسا ستجد صعوبة في تسويغ المعايير المزدوجة في تعاملها مع الانقلابيين في النيجر والجابون، وأن انقلاب الجابون كان بمنزلة ضربة أخرى لنفوذ باريس في القارة الإفريقية. من باريس الكاتبة الصحفية ليالي بشارة، ومن العاصمة تشادية أنجمينة الإعلامي والخبير في الشؤون الإفريقية علي فاضل قديركي. أهلا بكم أستاذة ليال. بداية، فرنسا كيف الآن تنظر تتعامل مع الضربة والضربة بخصوص يعني هذه الانقلابات وفقدان بعض نفوذ فرنسا في إفريقيا؟ ضربة والضربة، ضربة قوية. أفول النفوذ الفرنسي الكبير هي بالفعل ضربة قوية بعد أن نيجرها هو الجابون، مع أن نفس المعايير ليست هي نفسها، الدولتان ليست على نفس الأهمية بالنسبة لفرنسا. النيجر الغني باليورانيوم ليس كالجابون الغني بمواد أيضا مهمة لفرنسا، لكن ليس على نفس درجة الأهمية للدولتين. فرنسا تتابع عن قرب ذلك، نددت لكن ليس إلى حد التهديد بالعمل العسكري للعودة إلى المسار الدستوري والإفراج عن رئيس البلاد كما حدث بواقعة النيجر. كل ذلك يأتي لأن دولة الجابون الأهمية هي أهمية اقتصادية وليست كبيرة جدا. هو تراجع للنفوذ الفرنسي، تراجع للقوى الاستعمارية السابقة، ربما انطلاقا من أن فرنسا اليوم مع تراجع نفوذها ترى أنها تتحمل جزء من ما يحدث بدولة الجابون. هي دعمت عائلة أوديمبا منذ أكثر من 50 عاما مع أفول الاستعمار الفرنسي. أتى رئيس سرعان ما سلم عمر بونغو والد الرئيس الراحل، الذي ربطته علاقات قوية جدا مع مؤسس الجمهورية الخامسة شارل دوغول، وصولا إلى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الذي بدأ أول جولة إفريقية بعهدته الثانية من الجابون، ويومها تمنى على الرئيس علي بونغو انتخابات ديمقراطية ونزيهة أن تجرى بعد أشهر، ووصلنا إلى نتيجتها بيومنا هذا، الانقلاب العسكري الذي أتى بعد ساعات من إعلان فوز علي بونغو. الصحف الفرنسية قالت إن هناك تراجع للنفوذ الفرنسي، تراجع ولكن التداعيات ستكون اقتصادية ليست جيوستراتيجية وليست على نفس الأهمية. طيب، بدي أجل هذه النقطة بس أسمع من ضيفي من أنجمينة أستاذ علي، ليه بهذا التوقيت الآن نشد هذه السلسلة من الانقلابات وإبراز يعني نزعة معادية لفرنسا الآن من قبل اللي عم نشوفهم يعني على الشاشات، المحتجين، المتظاهرين، حتى المؤيدين للعسكريين اللي استلموا الحكم؟ أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بضيوفك الكرام، بضيفتك الكريمة، أهلا وسهلا بمشاهديك. أفريقيا اليوم ليست كأفريقيا بالأمس. أفريقيا بالأمس عاشت أصرها، واليوم نحن نعيش في عصر جديد، عصر فيه شباب يميلون إلى التحرر، شباب ينظرون العالم في كفة يد. مع وصول الانترنت الآن ما يجري في باريس يشاهده الشباب في الجابون في دقيقة واحدة، ما يجري في أمريكا يشاهده العالم في جمينا وفي الجابون في نفس الدقيقة. إذن العالم اليوم أصبح قرية واحدة، والعالم أصبح متفتح
والشباب أصبح متعلم. فلذلك ما قامت به فرنسا من سرقة خيرات الأفارقة في العقود الماضية لا تستطيع أن تقوم به اليوم. الانقلاب الذي حصل في النيجر والانقلاب الذي حصل في الجابون يتشابهان في المشهد ولكن يختلفان في المضمون. في المشهد أن الانقلاب في النيجر نفذه عسكريون، وكذلك في الجابون نفذه عسكريون. وفي نفس الوقت إن الذي قام بالانقلاب في النيجر هو رئيس الحرس الجمهوري أو قائد الحرس الجمهوري، وكذلك في الجابون أيضا قائد الحرس الجمهوري. إذن في تشابه هناك في المشهد ولكن في المضمون يختلفان. كيف يختلفان؟ بالضبط. إن الذين قاموا بالانقلاب في دولة النيجر، الذين قاموا بالانقلاب في دولة النيجر أعلنوا من أول يوم رفضهم الكامل الجيش الفرنسي في دولة النيجر، وأنهم قاموا بإلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال العقود الماضية مع دولة فرنسا. أما أبون أن الذين قاموا بالانقلاب منذ أول وهلة أنهم أعلنوا أنهم ملتزمون بكل الاتفاقيات التي وقعت مع دولة الجابون سواء في الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. إذن أنهم يحفظون لفرنسا اتفاقياتها التي عقدت مع دولة الجابون، وكذلك أن الذين قاموا بالانقلاب بالأمس في دولة الجابون أنهم يميلون إلى الفرنسيين، وأنا أشم رائحة فرنسا وراء الانقلاب الذي حصل بالأمس، لأن الذين قاموا بالانقلاب بالأمس كأن الانقلاب كان مدبر له قبل شهور وقبل أسابيع. فكيف تتوقع من أناس يعلنون الانقلاب بعد إعلان النتيجة بدقائق فقط أعلن الانقلاب؟ نسأل أستاذ ليال عن هذه النقطة، إذا كان لها رؤية أنه فرنسا لها مصلحة أستاذ ليال في أنه يكون انقلاب مدبر من قبلها في الجابون؟ أكيد لا، هذه المقاربة غير مقبولة بالنسبة لصناع القرار بفرنسا. انطلاقاً من كلام الرئيس الفرنسي باجتماعي السفراء الذي عقد يوم الاثنين الذي يحدد فيه السياسة العامة الداخلية والسياسة الخارجية، حذر من عدوى انقلابات بالقارة الإفريقية. سرعان ما أنهى كلامه بعد يومين أتى انقلاب الجابون. فرنسا ليس لديها مصلحة بالانقلابات العسكرية بإفريقيا، لأنه هذا يشجع أيضاً على انقلابات أخرى بدول ذات ثقل فرنسي كبير، لا نستبعد بعد بنين، السنغال، ساحل العاج، وكلها دول ذات نفوذ فرنسي كبير بل كبير جدا. فرنسا قوة كبيرة استنادا إلى مراكز ثقلها إن كان بمنطقة الشرق الأوسط بالمحيط الهادئ وبالقارة الإفريقية. صح فرنسا ارتكبت أخطاء، لكن بعودته الثانية الرئيس الفرنسي شدد على أن هناك استراتيجية جديدة بالتعامل لإفريقيا. إفريقيا هي لإفريقيا، وفرنسا تتعامل مع دولها. بس لما بتتهدد فرنسا بتدخل عسكري بغض النظر عن مدى أو احتمالية تنفيذ هذا التدخل العسكري، طب مش هذا يعتبر تدخل في شؤون الدول الإفريقية؟ أستاذة ليال، هي هددت بالتدخل العسكري، قالت إنها تدعم مقررات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس، هي التي هددت بالتدخل العسكري. فرنسا لن تتدخل مباشرة، ستدعم قرارات الأفارقة إن ما غامروا بأي عمل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم، انطلاقا من أن قبول الأمر الواقع يعني انقلابات عسكرية أخرى بدول ذات ثقل كبير يمكن أن تهدد دول أخرى. عدوى الانقلابات نراها أكثر ما نراها هي بالقارة الإفريقية منذ أكثر من عامين. وجود فرنسا هدد بمالي، بوركينا فاسو، غينيا، النيجر، ومنذ يوم بدولة الجابون. إذن فرنسا تعرف أخطائها. قال الرئيس الفرنسي إننا سنتعامل مع أفريقيا باستراتيجية جديدة، أفريقيا هي لإفريقيا، وفرنسا تتعامل مع دولها على أساس استقلالية هذه الدول. لكننا ننسى أن هذه الدول الإفريقية ظلت بحاجة لفرنسا حتى بعد استقلالها. هنا كان الخطأ الكبير، ظلت مربوطة بفرنسا بالنسبة لتدوير اقتصادها، بالنسبة للبنى التحتية. من يقوم بكل هذا هو فرنسا. إن من سحبت فرنسا من سيأتي؟ قوى عظمى أخرى اليوم تحاول الهيمنة. هذا اللي بدي أسأله للأستاذ علي. روسيا والصين. أيوة أستاذ علي، يعني هذه الأنظمة الآن أو العسكريين اللي استلموا الحكم مدعومين من جهات خارجية كي يبقوا وحدهم، وكما تفضلت الأستاذة ليال، لأنه أنت بتحكي عن دول عانت من يعني حرمانها من ثرواتها
ومن تهميش مستوى المعيشة فيها لصالح من كان يهيمن؟ أكيد هذا كلام أكيد، وهذا سؤال وجيه وممتاز سيدي. نحن لا نقول لا نريد فرنسا جملة وتفصيلا أن يكون لها وجود في أفريقيا، ولكن الشباب الجدد يريدون لفرنسا أن تغير من مواقفها السلبية، مواقفها السلطوية، مواقفها القديمة السوداء القاتمة. الانقلاب الذي حصل بالأمس في دولة الغابون تعاملت معه فرنسا ببراغماتية، ليس بنفس اللهجة التي تعاملت بها في، يمكن لأنه الغابون وعدتهم زي ما أنت تفضلت بالبداية قلت أنه هذا مختلف عن النيجر، فيمكن لهيك اطمأنت فرنسا بعض الشيء أنه في بعض الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. ليس لهذا فحسب، وإنما فرنسا رأت أنها لو صعدت لهجتها كما صعدتها في دولة النيجر فلربما الشباب الذين استولوا على الحكم بالأمس لربما يقلبون الطاولة على فرنسا ويصعدون لهجتهم ولربما يطلبون طرد فرنسا من دولة الغابون. وأنت تعرف كما قلت في بداية حديثك فرنسا لها حوالي 110 شركة تعمل في مجال المطاعم، في مجال المالية، تعمل في مجال المحاماة، تعمل في مجال البترول. شركة فرنسا توتال الآن لها القسم الأكبر ولها السلطة العليا في النفط الغابوني. وأنت تعرف أن الغابون تعتبر دولة نفطية كبيرة جدا وإنها عضو في أوبك، وكذلك أن هناك حوالي 96% من المساحة الكلية لدولة الغابون مغطاة بالغابات وبالأشجار التي تذهب كلها إلى المصانع الأوروبية. فلذلك فرنسا لها وجود وثقل كبير جدا في دولة الغابون. كيف تتوقع يا حبيبي، كيف تتوقع إن دولة تتمتع بهذه الثروة التضيعية، نفط ومنجنير وكذلك الغابات، ورغم ذلك إن هناك 40% من سكانها يعيشون في فقر مدقع. كيف ذلك أن هناك 40% من الشباب فئة 15 إلى 30 يعيشون في بطالة ودولة ترزح بالبترول؟ فهذا كله إن دل فإنما يدل أن هناك في فساد في دولة الغابون، وأن الانقلاب الذي قاموا به الشباب بالأمس شيء طبيعي، لأن الرئيس الذي يحكم البلاد هو يعتبر امتدادا للأسرة التي امتدت حوالي 55 عاما تحكم دولة الغابون. هذا اللي سمح فيه الوقت يعني، وإلا الموضوع يستحق المزيد من النقاش. من العاصمة تشادية أنجمينا الإعلامي والخبير في الشؤون الإفريقية علي فاضل قدركي، شكرا لك. ومن باريس الكاتبة الصحفية ليالي بشارة، شكرا لكما.